اسماعيلي هو الضلع الثالث من اضلع كره القدم المصريه، مهما كانت ظروف الاسماعيلي ومهما كانت نتائج الاسماعيلي يظل دائما هذا هو النادي الاسماعيلي. في ظل هذه الظروف كيف ترى هذه المباراه الصعبه جدا 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 على النادي الاهلي وعلى النادي الاسماعيلي اللي عنده مشاكل فنيه، ولكن زي ما قلت مباراه الاهلي بالنسبه للنادي الاسماعيلي بتبقى مختلفه تماما وتظل واحده من كلاسيكيات كره القدم في مصر. بالظبط اسلام، زي ما قلت كده بتفرق كمان ان النادي الاسماعيلي له باع وله تاريخ كبير جدا في على الكره المصريه. طبعا وزي ما انت قلت ضلع من الاضلاع المهمه، الضلع الثالث في الكره المصريه، لكن هم الاسماعيلي بيعاني اسلام بقاله 3 4 سنين صحيح. بصراحه بظروف ماديه معنويه فنيه اثرت على تاريخ واداء النادي الاسماعيلي خلال الفتره اللي فاتت. يعني احنا قعدنا السنتين الثلاثه اللي فاتوا ندعي النادي الاسماعيلي ما ينزلش، لان صعب جدا الاسماعيلي بقيمه نادي الاسماعيلي وحبنا للنادي الاسماعيلي ان يبقى موجود في الدرجه اللي تحت دي، هتبقى مشكله كمان على الكره المصريه. لا 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 ان شاء الله مش ان شاء الله باذن الله نتمنى طبعا الاسماعيلي، بس يعني مش على حساب النادي الاهلي، احنا نتمنى النادي الاسماعيلي ان شاء الله ربنا يوفقه خلال المباراه اللي جايه. لكن بعد مباراه الاهلي ان شاء الله، لكن مباراتنا مع الاسماعيلي طبعا ان شاء الله بنتمنى عوده المصابين، لان فرصه للمصابين انه يرجعوا للمباريات الرسميه في الدوري العام، لان هم برضك محتاجين جزء بدني وجزء مهاري وجزء تكتيكي. وجودهم في المباريات ديت كل 3 ايام بيبدا يجهزنا ان شاء الله لمباراه الترجي القادمه. فطبعا عوده المصابين نتمنى ان شاء الله باذن الله عوده المصابين مره ثانيه لصفوف النادي الاهلي. واحنا ما شاء الله اسلام احنا عندنا حوالي 7-8 لعيبه مصابين، وكل لعيب منهم مؤثر بشكل كبير جدا في مكانه، فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان مستر كولر هيعطي طبعا اكيد فرصه للعيبه المصابين ان هم يبقوا موجودين في خلال المباريات الاربعه اللي جايين استعدادا ان شاء الله لمباراه الترجي القادمه. كابتن حشيش، الفتره القادمه زي ما قلت لحضرتك 3-4 مباريات محليه يعقبها المباراه النهائيه، كلها ضغطه كبيره جدا جدا جدا. فانت كمدير فني هتنظر للمباراه الترجي، ولا هتنظر للاسماعيلي ثم اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها حتى تصل الى مباراه الترجي، ولا هتمشيها ازاي، ولا هتعمل ايه؟ بص يا اسلام، يعني انا في رايي ان لازم يبقى في نظره لكل المباريات القادمه لغايه ما توصل النهائي، لان انت المباراه النصف النهائي اللي كانت مع مزيمبي عندك 18 يوم، يعني لغايه يوم 18 او الدور ده النتيجه بتاعتها دي رساله للترجي ان انا كسبان متعادل الماتش الاولاني وكسبان 3 على ارضي، دي بتدي رساله طبعا للمنافس، بيحس ان انت لا ده انت مش كسبان كده بالصدفه، لا انت رايح بخطى ثابته. في نفس الوقت برضو زي ما هم بيتابعونا احنا بنتابعهم، فهم برضو عينهم علينا في خلال المباريات اللي جايه لغايه النهائي من حيث التشكيل ومن حيث الاداء. فانت لما بتكمل الصوره بقى باداء كويس ومكسب خلال الفتره دي، انت هتبقى واقف على رجليك، المكسب بيجيب مكسب، المعنويات بتبقى عاليه لما توصل للنهائي وانت ماشي، وان شاء الله تبقى تصدرت مثلا بعد المؤجلات دي البطوله ورايح بخطى ثابته. عندك لعيبه كانت غايبه وراجعه فعطشانه كوره، خلاص هي كانت فتره مصابين فعايزين، ودي حاجه حلوه مهمه قوي ان ما بيجيلكش حاله الملل شويه انك بتلعب ماتشات كتير وكل 3 ايام وبتاع. لا انا بقالي فتره وجالي اصابه وتعافيت الحمد لله، عايز ارجع بقى لمستواي وعايز ابقى احسن وعايز بقى اخد مكاني الطبيعي واشارك في النهائي. فهو الفتره الجايه الحمد لله طبعا غالبيه المصابين اللي هم تعافوا، والبدايه كانت من المباراه اللي فاتت لما نزل امام عاشور، وانا بحيي امام عاشور من هنا برضو، لان برضو واحد رجع من اصابه كابتن ماهر لسه بالزبط. لم يكتمل شفائه تماما سواء فنيا او بدنيا، انما اللعيب المهاري او اللعيب اللي على مستوى عالي بيقدر ازاي يلعب الشويه اللي بيلعبهم وهو راجع من اصابه ما كانش فيه جاي. ما حسسناش انه فيه يعني التحامات اللي يلعب الكوره بس بان اداؤه بقى في الكوره اللي لف وش بطن رجله وراح لعبها لعلي معلول في الكوره بتاعت اكرم، يعني ما تيجي تبص لأدائه ان الراجل رجع من اصابه وتلاقي الباصات بتاعته ونسبه التمريرات الصحيحه كبيره وحاجات كده، لا ده لاعب برضو يعني دماغ فاهم
ففي بعض كمان بقول لك الغلطات او الحاجات اللي كانت بتحصل اتعالجت، فكل الحاجات دي كمان عايزين نكملها، ما نرجعش تاني نرجع بظهرنا، لا صحيح. احنا نكمل الديفنس يبقى ماسك نفسه، النواحي الايجابيه او الهجوميه على الجون بتبقى برضو يعني تهديف. خلينا نتكلم بشكل فني اكتر عن اهم نقاط الضعف اللي موجوده والقوه طبعاً اللي موجوده في النادي الاسماعيلي. يا كابتن مالك، يا كابتن غشيش، هو بس نادي انا ما بحبش اصلا بسال حضرتك بعدين اسال كابتن، احنا بنحب نتكلم يعني انا ساعات بفتكر حاجه على نادي الاسماعيلي اسلام الفتره اللي فاتت ديت، طبعا يعني رحيل بعض النجوم بيأثر بشكل كبير جدا على يعني على انا من المتابعين الجيدين للنادي الاسماعيلي ودايما بتابع مباريات النادي الاسماعيلي، بشوف ان النادي الاسماعيلي بيفتقد كثيرا جدا جدا وجود صانع العاب زي ما كان موجود مثلا ايام حمص، ايام حسني عبد ربه، ايام الاسماء الكبيره اللي كانت القائد في الملعب كمان، كمان القائد كابتن صحيح ما كانش موجود، يعني ايام ما كنت اتشرف باللعب للنادي الاسماعيلي كان موجود الله يرحمه كابتن ايمن رمضان، كان واحد من الناس اللي هي دايما وكان في وسط نجوم كتير خلي بالك، وفي نفس الوقت راجل يعني اللي انا اقصده ان النادي الاسماعيلي برضو يفتقد الـ 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 من اهم نقاط الضعف اللي موجوده في النادي الاسماعيلي، يستطيع ان النادي الاهلي يركز عليها خلال الفتره دي، ان هو مفيش بلاي ميكر. بلاي ميكر كمان، والمدافعين عندهم مشاكل دفاعيه بشكل كبير جدا اسلام بصراحه، يعني في حته التمركز وحته التغطيه والميلان والخبره الدفاعيه بردك مأثره بشكل كبير جدا. زي ما تفضلت بردك نص ملعب كصانع العاب بردك بالنسبه للناحيه الهجوميه ما عندهمش لعيبه مؤثرين على المرمى، يعني ما عندهمش لعيبه هدافين. يعني انا فاكر زي ما انت تفضلت قلت كده من خط الظهر نص الملعب كان في حوالي 6-7 لعيبه دوليين. لا ده النادي الاسماعيلي كان كله نجوم كبير وسيظل دائما اسم النادي الاسماعيلي اسم كبير، ولكن اللي يسمع كلام كابتن ماهر برضو يا كابتن حشيش يقول لك ايه، طب ما الله، طب انتوا ازاي تقولوا ماتش صعب وبتاع في ظل ان انت بتتكلم هنا كابتن ماهر بيقول يعني عندهم مشاكل دفاعيه واضحه، عندهم مشاكل في وسط الملعب. لا زال زي ما انت قلت الاسماعيلي هو الاسماعيلي صحيح، فما بالك بقى ما بيلاعب النادي الاهلي، انت عارف اي فرقه غير الاسماعيلي حتى لو ما كانتش شعبيه بيبقى ماتشها مع النادي الاهلي ده هو ماتش الموسم حقيقي. نادي الاسماعيلي بالنتائج المش كويسه خلال الفتره اللي فاتت دي، ممكن مباراه زي مباراه النادي الاهلي لو حصل وادى كويس او كان فيها مكسب او حاجه بتمسح له حاجات كتيره قبل صح. يعني في الموسم بتفوقه تاني صح. بتفوقه تاني وبينظر ليها نظره مختلفه، اللاعبين بتبص وبترجع الجمهور، اذا كانوا 10 هيبقوا 30، اذا كانوا 30 هيبقوا 100، يعني المباراه صحيح. لها طابع خاص، يعني مباراه الاسماعيلي والنادي الاهلي كل لعيب زي ما احنا قلنا بيبذل كل حاجه يعني يمكن مثلا الجماهير بتاعه تقول لك مثلا لو خسرنا من كذا، بس لو كسبنا النادي الاهلي دي قصه تانية خالص، قصه تانية خالص او تعادلنا يعني انت فاهم ازاي، يبقى قصه تانية خالص. انما الحقيقه النادي الاسماعيلي الفرقه اللي موجوده تحس ان برضو بينقصهم الخبرات زي ما احنا قلنا، بينقصهم القائد اللي في الملعب صحيح. اللعيب الكبير اللي بيقدر يوجه، بيقدر عند الازمات يثبت الفرقه او يفوق الفرقه او يخلي الفرقه متماسكه، ده ناقص. عندهم مشاكل في خط الظهر كبيره ولاحظنا في المباراه اللي فاتت برضو اهداف يعني. فزي ما بقول لك زي ما قلنا المكسب بيجيب مكسب، الخساره او التعادل بيضعف طيب. النفسيه يعني. واللعيبه المحترفين كمان يا كابتن حشيش، اللعيبه المحترفين اللي هم موجودين في قوام فريق الاسماعيلي برضك بالمستوى مش بالمستوى الجيد اللي احنا كنا متعودين بنشوفه دايما في النادي الاسماعيلي، ولكن خلاص النادي الاهلي هيلعب بقى ازاي في مثل هذه المباراه؟ يعني هل من الممكن ان نرى نفس التشكيل؟ هل من الممكن ان نرى تشكيل مختلف؟ هل من الممكن ان يكون هناك تغيير جذري بحيث انه يلعب ب 11 مختلفين؟ يعني في بعض الاراء تقول لك انا العب الدوري الماتشات اللي جايه ادخل اللعيبه واحده واحده اللي هم الفتره اللي فاتت بيلعبوا اكتر ماتشات، يخشوا مثلا ايه نص ساعه في شوط في بتاع، لكن الاساس الفتره اللي جايه ان انا العب اللعيبه اللي مش هلعب بيها النهائي. في بعض الاراء بتقول هذا الكلام. انا شايف يا كابتن اسلام يعني هو الراجل كان بيتكلم على التدوير والتجهيز من ضمن التثبيت، يعني انا شايف ان الشقين دول هو اللي هيبدا يشتغل عليهم، يعني موضوع التثبيت يمكن هيجي مثلا في الدرجه اللي بعد كده، لكن التدوير والتجهيز هو ده الدور اللي هيقوم بيه مستر كولر خلال الفتره اللي جايه، لان في بعض اللعيبه مهمه جدا ان هي زي ما احنا اتكلمنا ان تبقى عوده المصابين، ودي
مهمه جدا بالنسبه لنا. عندنا حوالي 7-8 لعيبه مصابين مهمين جدا ان هم في الاربع مباريات دول يشاركوا بشكل كبير عشان مباراه الترجي يقدر مستر كولر يبقى عنده التشكيله الانسب او ثبات التشكيل في هذه المباراه. فانا شايف هيبقى في تغييرات واضحه قوي من بدايه مباراه الاسماعيلي. بعض الاماكن محتاجه راحه يعني زي مش احنا شايفين زي محمد عبد المنعم مثلا ورامي اكتر اتنين لعبوا وخبر خلال الفتره اللي فاتت دي وعلي وهاني برضه فبرضك من ضمن الحاجات اللي مستر كولر اكيد هيفكر فيها. افتكر حشيش صعب نشيل الاربعه يعني ممكن يحصل نوع من التوازن، ممكن اتنين يبقوا موجودين واتنين يبقوا متغيرين او اتنين ماتش او اتنين ماتش وهكذا يعني. انا في رايي كولر مش مغامر يعني بيلعب برضه بثوابت بيقفل الناحيه الدفاعيه كويس قوي معتمد على نفس الطريقه 4-3-3 ما بيحاولش يعني يغير في الحته دي كتير. تمام وان كان عوده مصابين فانا بقول ان برضه مش هيدفع بيهم كلهم بشكل كبير هيبقى برضه يعني عارف ازاي في حدود الاثنين ثلاثه بالكثير في البدايه في الملعب في البدايه ممكن على حسب السيناريو هو على حسب السيناريو المباراه بيدي يعني في مكسب مثلا كويس ممكن في الشوط الثاني يدفع بقى بالناس لان مش معقوله زي ما عودنا يعني الناس اللي راجعه من اصابات او كده ينزلها ويديها 90 دقيقه من البدايه ويبدا بيها الفترات الطويله لان هو التغيير بتاعه بيبقى هي قد تكون فرصه لعوده المصابين بشكل دوري تدريجي اثناء المباراه تمام اثناء المباريات يعني اللي هي المحليه يعني لفتره وعنده فرصه عنده فرصه كم مباراه مش مثلا عنده مباراه وهيلعب النهائي عنده كذا مباراه فهو هيوازن برضه ويقدر يوصل ودي بقى الحرفانه زي ما احنا بنقوله يعني والكوتشنج يعني انه يوصل الناس اللي رجعت من الاصابه دي لمباراه النهائيه يكون عنده القماشه كلها سليمه ما فيهاش ناقص يعني ده هدف عوده المصابين والهدف الثاني كمان يا اسلام ان انا اكسب الثلاث نقاط الله لان مهم جدا ده الهدف الاول يعني عوده المصابين مع الاصرار على المكسب وطبعا واحنا هنلعب الاربع مباريات اللي جايين دول بعد اللي احنا شفناه يعني كمان خلال إن شاء الله. المباريات السابقه كابتن ما بقتش تفرق بقى مين بيلعب ومين بالظبط يعني بالظبط لا انا كمان عايز اقول مستوى لاعبتنا الحمد لله رب العالمين يعني اللي موجود بره زي اللي جوه احنا عندنا 30 لعيب من افضل 30 لعيب الموجودين في افريقيا وفي الدوري المصري وزي ما قلنا هيبقى الصراع خلال الاربع مباريات دول بشكل كبير جدا عشان كل الناس عايزه تحافظ او عايزه تقول لمستر كولر انا اهو حق ان انا اقدر العب مباراه النهائي مع الترجي التونسي. تمام ولكن هي مباراه صعبه وستظل مباراه من كلاسيكيات كره القدم المصريه لانه الحقيقه انا شايف نغمه كده الحقيقه مش يعني انا شخصيا مش مبسوط منها. الماتش سهل ومش سهل انا ما بحبش مثل هذه النغمات لانه الحقيقه يعني لما بتنزل الملعب الموضوع بيبقى مختلف تماما. سلام بص انا واحد من الناس لعبت هنا وهنا شايف ان لا ما حدش بيفكر هذا التفكير. انا في رايي ودي حقيقه فعلا واحنا كلنا شاركنا ولعبنا مع النادي الاهلي انا عمري ما شفت للنادي الاهلي مباراه سهله ومباراه قويه كل مباراته قويه لان دايما اديكم شفتوا مازيمبي يعني حضراتكم بتحذروا بتقولوا برضو الكلام اللي بيتقال فيما يخص هذا الامر مباراه سهله اديكم شفتوا مازيمبي بيعمل ايه. اي فرقه بتلعب النادي الاهلي بتبقى طمعانه ان هي تخش وتأدي وتعمل وتظهر بمستوى وتكسب فما فيش هي من هنا صعوبه المباراه مفيش حاجه اسمها مباراه سهله في كره القدم مفيش مباراه سهله وصعبه. لو مباراه انت بتلعب فريق درجه 9 وانت متراخي ومش متحمس وما عندكش الحوافز ومصر على المكسب ممكن تتغلب حتى ايا كان انت مين يعني. عموما هي مباراة ستظل دائما من اهم المباريات اللي بيلعبها النادي الاهلي مباراة الاهلي والاسماعيلي. كابتن مالي انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك كابتن اسلام شكرا جزيلا على وجودك معانا. كابتن حشيش انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع على تقرير وكولر وتحطيمه لل